الخارجية الأمريكية تفتح تحقيقاً حول اتهامات إسرائيلية تفيد بأن قطر قدمت تمويلاً مادياً للحرس الثوري الإيراني الذي يحتل عواصم عربية ربما الدوحة إحداها. طبعاً لا جديد في الموضوع، قطر منذ أن وصل حمد الأب إلى السلطة تمول الحركات والجماعات المتطرفة. الجديد ربما هو أن يفتح الجانب الأمريكي تحقيقاً بهذا الشأن. أمريكا التي تعلم بأحوال كل دولار يطوف حول العالم، من أين خرج وأين وصل، ناهيك عن تواطؤها العلني هي الأخرى مع إيران. مسألة تمويل قطر للحرس الثوري الإيراني برزت خلال لقاء جمع الرئيس الأمريكي بايدن بنظيره الإسرائيلي الذي قدم له معلومات وتقارير عن دعم الدوحة لهذه الجماعات الإرهابية التي على رأسها الحرس الثوري الإيراني الذي قتل منا نحن السوريين مئات الآلاف وقتل مثل ذلك في العراق واليمن معظمه بأموال قطرية. والأكيد أن الشعب القطري لا يرضى لنا مصيرا ومآلا كهذا. اليوم لقطر علاقات قوية واتصالات علنية مع معظم جماعات الإسلام السياسي بشقيه السني والشيعي، فكل الدروب إلى تلك الجماعات الإسلامية والجماعات المصنفة على قوائم الإرهاب لابد أن تمر في قطر، من تنظيم القاعدة وحركة حماس السنية إلى الحرس الثوري وميليشيات إيران الشيعية، مروراً بهيئة تحرير الشام في سوريا، وصولاً إلى حركة طالبان الأفغانية. يتساءل كثيرون، ما دوافع قطر لدعم تلك الميليشيات الشيعية التي ارتكبت الفظائع بحق العرب السنة في اليمن وسوريا والعراق؟ وكيف لدولة عربية أن تقف في صف ألد أعداء العرب وتمدهم بالمال وتوفر لهم الأدوات لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية بحق الشعوب العربية؟